أوكي طلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبلش محاضرتنا لهذا اليوم يوم 7/6، إن شاء الله نكمل بها الجزء المتبقي من المحاضرة السابقة. بعدنا ما زلنا إحنا وياكم الصباح أكملنا هذا الموضوع اللي هو Step Response of RLC Circuits. فإحنا المحاضرة السابقة أكملنا لكم وينها بالله الليكتشر، بس خلي أطلعها. أوكي، عرفنا احنا المحاضرات السابقة شنو الفرق بين First و Second Order Circuits. عرفنا اكو حالتين من الاستجابة بحالة اللي اكو هنا عندك Storage Element، اللي هو قلنا شنو Storage Element، Storage Energy Element، قلنا هو اما المتسعة او المحاثة. فعدد هني يمثل لي اذا كان يوجد اكثر من واحد من عدهن فراح يصير Second Order، اذا بس واحد First Order. عرفنا اكو Transient Response و Steady State Response. ترانزيت ما بيها مصدر، قلنا هي تعتبر صير مصدر بحالة تفريق، هنا بحالة شحن لحد ما توصل للستيدي ستيت تفول. شرحنا هذا موجز عنه، يعني الملخص العفو مات هذا، ان الفروقات والقوانينهن وحالاتهن الكيسز مالتهن، اخذنا امثلة متعددة اشتقاقات القوانين. فخلصنا هذا الجزء من المحاضرة، الجزء الاكبر. ظل الجزء الصغير، راح نربط الفانكشن اليوم، راح نتعرف على فانكشن اسمها يونت ستيب فانكشن. خلي نبلش بها هنا طلاب. شنو هي اليونت ستيب فانكشن؟ خلي اكتبها هنا يونت ستيب فانكشن. اوكي، نقول هاي بيج 1، بس نقعد نشوفون الالوان. اوكي، خلينا نختار قلم الأزرق. فإحنا طلاب اليونت ستيب فانكشن هي دالة رياضية يطبقون عليها يونت ستيب فانكشن، ورمزها هذا U of T الشكل. U يعني اختصار اليونت، ودالة للزمن، دالة بدلالة الزمن، فانكشن للتايم. شلون رسمها يصير؟ عندنا تلفون الطلاب محور ال Y ومحور ال X axis هذا. فهذا الاكس اكسس احنا هنا تايم، لان هي داله بدلاله الزمن، وهذا هنا الامبليتيود الارتفاع يحدد القيمه الموجوده هنا، بما انه واحد فراح تصعد واحد وتنطلق هالشكل. اوكي، للانفينيتي تذهب. هي هاي معنى اليونت اوف تي، يونت ستيب فانكشن. راح نشرح هاي الداله، نحتاجها بالمواضع القادمه، لها علاقه جدا وثيقه بموضوع محاضرتنا اللي تناولناه. احنا بعدنا بالش اسمه RLC step response. راح ليش احنا دا ندرسها؟ لان راح نسويها هي كسورس، ان كمصدر بدلاله اليو اوف تي. لان مثل ما تشوفون شلون الدي سي سورس تظل ثابته القيمه على طول الزمن للإنفينيتي، تظل هي مستمرة. يعني معناها مثلا خلينا نقول عد الصفر هي واحد، عد الزمن مثلا نقول 1 سكند هم هي واحد، عد الزمن 10 سكند هي واحد، وهكذا مستمرة. يعني قبل الصفر عد تي أصغر من الصفر، إيش قد قيمتها هنا؟ اليو اوف تي يساوي صفر، ماكو، مصفرة، تبلش من الصفر وتظل تستمر. هذا التعبير الرسم مالته. التعبير الرياضي شلون سهاير اسوي لها تعبير رياضي، شلون طلاب تصير اليو اوف تي تساوي معناها صفر عندما قلنا ايش وقت التي اصغر من الصفر، وتساوي واحد عندما تي اكبر من او يساوي صفر، يعني من بداية الصفر واكبر من عنده 1 2 3 متصاعدين لحد الانفينيتي، فهي قيمتها ظل ثابتة واحد. هذا يسموه تعرف شنو ماثماتيكال، يعني رياضيا. خلنا ناخذ بعد امثلة عليها، ناخذ هذا مثال ثاني. خلنا نقول مثلا 2 يو اوف تي، اعطيكم امثلة سريعة حتى تتضح الدالة وتكون عليكم سهلة يعني بحلها، لان هاي راح اجيب عليها سؤال مستقل. انا اعطيك اياها رسم واقول لك اوجد لي اياها. مثلا خلنا نقول الساعه هنا هاي 2 يو اوف تي، فإن قلنا تبدو مين من الصفر، مو تبدي من الصفر تتغير لحظة الصفر، وصلت عد الصفر، ايش قد راح تصعد هنا؟ بما انه 2 تصعد درجتين، 1 2.
راح تتجه لهذا الاتجاه، لأنه هم أيضا أكو موجب. بس راح أعطيكم أمثلة إضافية راح نقدر نعرف شلون اتجاهها يتحدد منين. فهذا التي هاي هنا المستمرة قيمتها 2، قلنا عد أي نقطة زمنية، عد 2 3 سكند تظل 2، 4 سكند للإنفينيتي تذهب. أوكي طلاب، فخلنا ناخذ مثال بالله بالسالب. هنقول هذا السالب مثال، هنقول هنا مثل يو اوف ماينس تي. اوكي طلاب، هذا دائما هنا الإشارة تحدد لي، هنا كتبه بالعربي، هذا يمثل او يحدد اتجاه الدالة. شنو اقصد باتجاه الدالة؟ هل هي تذهب بهذا الاتجاه لو بهذا الاتجاه؟ هذا يو اوف تي، اليو احنا نعرف التي يعني مستمر للانفينيتي. زين، احنا عندنا هذا هنا المحاور، هذا شنو؟ ماينس انفينيتي. نكتب بغير لون، خلينا نمسح هذا على مصير واضح للمراجعة عندكم. انا عندي هذا هالشكل المحور، هذا انفينيتي، هذا من هنا شنو؟ ماينس انفينيتي، وهذا المحور الواي. اوكي فنجي طلاب ان شاء الله صم. نجي قلنا هسه احنا عندنا يو اوف تي هي اليونت ستيب، يعني شنو ستيب؟ راح تقفز قفزة لليونت للواحد، لذلك سموه يونت ستيب فانكشن. نجي هاي للواحد، قيمة الامبليتيود هذا هنا واحد يو اوف تي، فبما انه ما كاتب يعني معاملة واحد. زين هسه احنا عرفنا صعدة واحد، زين نريد نعرف اتجاهها هي من هنا سالب انفينيتي، يعني شنو نقصد؟ سالب واحد، سالب 2 الى سالب انفينيتي. ومن هنا شو يصير؟ هذا موجب 1، موجب 2، موجب 3 and so on حد الانفينيتي. فبما انه اتجاه الماينس تي، يعني شنو؟ تي اصغر من الصفر بالماينس، فيعني هالشكل راح يصير اتجاه للدالة. فهذا رسم اليو اوف ماينس تي، هذا الرسم مالته. اوكي طلاب، نجي هسه ناخذ مثال اخر غيره، نعطي بيج جديده على مود هاي راح اسوي ملف بي دي اف، وش اسمه نقول هاي بي 2. ناخذ مثل مثال غيره، خلي نقول مثل يو اوف تي ماينص 1. اوكي هاي شرحت الرسم طلاب. هذا من تشوفون هالشكل، يعني اكو هنا زائد او ناقص، معناها شي يسموه عندنا بالاتصالات يسموه تايم شيفتنج، صار شيفتنج يعني زحف باتجاه الزمن. فهذا شلون اعرف البدايه؟ هذا داخل القوس دائما يمثل بدايه الداله، هذا داخل القوس. قلنا هاي الاشاره قبل التي شو تمثل؟ اتجاه الداله. هذا شي يمثل هنا الامبليتيود، الارتفاع. فأول خطوة نجي ننزل المحاور بالرسم، مش قاعد تطلع الشكل ماله. أوكي أول خطوة ننزل المحاور، ثاني نريد نرسم، أو قلنا ارتفاع مبين 1، هاي حددناها 1. صار نريد نعرف تتجه منا هي لو منا، بما أنه هاي بوزيتيف يعني تتجه منا. اريد اعرف بعد مين بدت هاي، صار بيها شيفتنج بهذا التايم بالخط الزمني، صار بيها شيفتنج، زحفناها دفعناها. ايش قد تبدي منا؟ هل هي ماينص 1 منا او منا؟ شلون اعرف طلاب؟ اجي هذا داخل القوس اساوي للصفر على مود اوجد قيمه التي. تي ماينص 1 يساوي صفر، اذا التي ايش تطلع طلاب؟ 1، يعني معناها عند الواحد بدت الاشاره الرسم. فهذا من الصفر هنقول هنا 1، هنا 2، وهذا هنقول ماينص 1، هنا ماينص 2. فجت سوينا شيفتنج بالواحد، صعدت شقد هنا هم 1 يونت ستيب، وانطلقت للانفينيتي. فهذا رسم هاي الداله. ليش اقول لك الرسم مطلوب طلاب؟ فلازم تعرفوها. خلينا نحاول ناخذ امثله اضافيه، سنعدل هذه التابلت ما قاعد. اوكي طلاب، خلينا ناخذ هسه امثله اضافيه على مود تصير واضحة عندكم. أريد أحاول نفس المثال اللي اعطيته للصباحي
على مود تتوحد المحاضرة. هذا اني مو مشكلة. اوكي خلنا نرجع لكم. فنجي هنا اكزامبل اخر. مثلا خلنا نقول 2 U of minus T زائد 1. قلنا اول شي نبدي نريد نعرف منين تبدي الاشارة. فشون اعرف منين تبدي الاشارة او الدالة؟ اجي اساوي داخل القوس كله المن الى الصفر. فش يصير؟ minus T زائد 1 شي يساوي صفر. اذن minus T تساوي minus 1، اذن T تساوي 1. اضرب الطرفين في سالب 1. يعني معناها هذا الرسم راح يصير هالشكل. نجي ننزل المحاور. نجي ننزل المحور هذا الواي ومحور الاكس. نجي قلنا اول شيء قد تصعد الدالة؟ 2. نعطيك اياها 1 2. هاي 2 مين راح تبدي؟ عدة T يساوي 1، يعني 0 1. هيصعد 2. زين اتجاهها طلاب، اتجاه راح يصير من هنا لو من هنا الاتجاه. الاتجاه طلاب بما انه هاي اكو اشارة سالبة قلنا هاي عاشت ايدك. هاي هنا 2. بما انه الاتجاه هنا اكو سالب فراح يتجه مثل ما قال زميلكم هذا الاتجاه. فهاي رسمها بهاي الصورة. شوف ايش قد فرق بين رسم هذا وبين رسم هذا. نجي ناخذ بعدهم فد مثال مثالين نغطي به كل الحالات مثل ما سوينا ويا الصباحي عمود بعد ما حد يشتبه به ان شاء الله. مثلا هنقول example نعطي كسر. مثلا هنقول نصف U of T زائد 2. اوكي هاي شلون؟ اول شي قلنا نحدد الارتفاع. اول مرة نبدأ بنقطة البداية، تساوي هاي T زائد 2 تساوي للصفر، اذن T تساوي ناقص 2. اوكي عرفنا بداية هاي الدالة مين؟ من الماينس 2. نجي نرسم المحاور. ماينس يعني هذا ماينس 1 ماينس 2، يعني راح شنو الطلاب تبدي من هنا. زين شقد تصعد؟ نصف. نقول هذا الواحد هذا النص، فراح تصعد لحد النص. زين هل يا ترى تذهب هذا الاتجاه لو هذا الاتجاه؟ بما انه هذا بوزيتيف راح تمشي من هذا الاتجاه الشكل اللي تروح للانفينيتي. شوف رسم هاي وين، شوف رسم هاي وين، شوف رسم هاي وين. شوف هاي الدالة يعني شوي يسموها تريكي. كل وحدة تمثل لك شيء. مثل هذا تقدر تقول مثل عندك متسعة وسلطت عليها هذا المصدر، معناها قبل التايم يساوي هنقول هنا من التي أصغر. مثل هنقول لو هنقول عندما تي من التي ساوانا 2 سكند، بما أنه بالسالب هنقول بالمايك بالملي، يعني عندما تي ساوى ماينس 2 لو كان أصغر من، لو احدث التغيير هنا خلينا نقول مثل عندما تي ساوى ماينس 2 ملي سكند مثلا، صار عندي تغيير بالداله مثلا فتح المفتاح غلق المفتاح مثل هذا هو راح الرسم يحدد لك. فبما انه هذا يسموه غير معقول يكتبوه، فيطوق داله اليونت فانكشن، يعطيك هذه الداله بالسؤال، فانت راح تنزلها تعرف بهذا الوقت مثل كان تشحن المتسع وصلت قيمه الامبليتود نصف عند هذا الزمن واستمرت. يجوز عند الزمن الصفر اجى مصدر ثاني قيمته اعلى، فايش راح يصير؟ المتسع راح ترجع تشحن مره ثانيه، فبالنتيجه الرسم راح يصير عندك هالشكل. هاي بس انا ودي نربط لكم ويا هذا هالشكل. مثلا خلينا نقول عد الزمن مثل 5 سكند فتحنا المفتاح رجعت فرغت وهكذا، فالرسم راح يتغير تباعا حسب المصادر اللي مجهزه للمتسعه. وهذا اليونت فانكشن تلعب دور كبير بالرسم بالكاركترستيك بالريسبونس الاستجابة مالت المتسعة والمحاثر. فلذلك مهمة لازم تدرس مع المتسعة والمحاثر. نجي ناخذ نعطيكم بعد مثال واحد مثلا نعم بلي تفضل. لا الزمن ما يصعد لان هو على الاكس اكسس، الواي يصعد. الاكس اكسس ثابت. اي ثابت الاكس اكسس. البدايه تحدد لك البدايه من المحور مات التايم. شوف هسه احنا هنا من بدينا، شوف هنا كان تشقد هي بدت، قلنا من البدايه نحددها من داخل قوس ساوانا للصفر سوالك ماينص 2. شوف ايش قد يتغير قيمه
شوف ايش قد تغير قيمها ما راح تصعد، بس تسوي شيفتنج بالدالة، اما تقدمها بهذا الاتجاه او تقدمها بهذا الاتجاه. شوف هسه هاي هنا الزمن سويناه بالماينس، خب ما نزل لي جوا، لان هذا شنو، هذا يمثل محور الاكس اكسس، يعني هذا لو يدني لهنا لو يرجع لهنا هالشكل يشفتها، يعني هاي الدالة يوديها ويجيبها من هنا، بس منو اللي صعدها وينزلها؟ هذا الامبليتيود الارتفاع. صراحة اعطيكم هذا المثال على الاخير على ما وناخذ فد قانون عليه يصير واضح. مثلا خلينا نقول ناخذ مثل الواي اكسس، شلون العفو؟ اي اي الواي اكسس، الواي اكسس يمثل الارتفاع الامبليتيود القيمة السعوية للاشارة، صحيح. اوكي فنجي نقول قلنا ماينس 3، هناخذ هذا المثال نفسه انا اعطيته للطلاب المسائي بس راح اغيره صباحي، هنقول ماينس 2 هم. فنجي قلنا اول نقطه شو نسوي، احنا نحدد بدايه الداله، نجي نرسم المحاور، هذا الواي، هذا الاكس اكسس، هذا هنا البوزيتيف، هذا الواي اكسس، انا كتبه خاف اكو طلاب ناسين، هذا يسموه واي اكسس، هذا اكس اكسس اللي هو وصحيح اكس اكسس بس احنا جاي ناخذه بالتايم دومين مجال الزمن قاعد ندرسه، هو الاتصالات الكهربائيه كل الاكس اكسس يصير بدلاله الزمن، الواي هو الامبليتيود الارتفاع مالتها او القيمه السعويه للاشاره، اما يصعد اذا هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف الجو، وهذا هم تعرفوا هنا يروح للناقص انفينيتي، هذا يروح لمن البوزيتيف انفينيتي. نجي احنا نريد نحدد بداية الإشارة، ايش راح نسوي؟ قلنا أول فقرة نساوي هذا بين قوسين للصفر، تي ماينس 2 يساوي صفر، إذا التي شو يصير؟ 2، بما أنه موجب يعني هذا الاتجاه، هذا صفر هنا 1 2، يعني معناها هاي عد 2، أما هسا نريد نعرف هي راح عد 2 راح تبدي، من تبدي تصعد لو تنزل، قلنا حسب هاي الإشارة، بما أنه سالب يعني شنو الأمبليتيود جوه. قد ينزل 3، 1 2 نقول هاي 3، فهذا هنا سقط يعني هذا من هنا. اوكي طلاب شوف رسمها اختلف، زين راح تروح يمنى لو يسرى؟ بما انه هذا موجب راح تروح على اتجاه الموجب، يعني يمنى الشكل تصير الاشارة. شوف رسم هاي الدالة، غيرنا بس ال شو اسمه الاشارات مالت الاشارة الساين بوزيتيف والنيجاتيف، شوف شلون تغير رسمها تلقائيا، شوف وين فرق بين هذه وين فرق بين هذه. فخلي نسوي لكم قانون عام للي اخذناه، اكو واحد عدى سؤال كلها بسيطة اعتقد، هي هاي المفروض درسوها بالرياضيات، المهم يقولون الصباحي ما ماخذيها احنا، انا تعجبت يعني المفروض درسوا لكم اياها ببداية الفصل الاول. فنجي هسه خلنا نلخص. إذا اكو سالب إيه تخلي تاخذ السالب وتساوي يعني ماينس تي ناقص تي ساوي. شلون هذا المثال؟ شوف هذا المثال اعطيتكم، ليش انا اعطيتكم امثلة متعددة؟ نعم. هذا سمو ناقص تي زائد 1 كله ساويته للصفر وطلعت قيمة التي، شوف فما لك علاقة بالإشارة هنا، انت كل داخل القوس خرج. صار راح اسوي هذا القانون على مود بعد تمشون عليه، يو اوف تي هنا قلنا هذه الإشارة هنا زائد ناقص نقول تي، قلنا هاي الإشارة صار راح نحكيها نكتبها بالعربي لكم عمر ما تنسوها، ولو أنا ما أكتب بالعربي بس أفضل، طلاب الصباح هم طلبوا مني. فهنا هم زائد ناقص هذا الشيفتنج مقدار الزحف أو الدفع أو الشيفتنج اللي صار عندي هاي الإشارة، هنقول هنا هم هنقول أي الأمبليتيود هم زائد ناقص، فهذا قلنا شي مثل طلاب نغير اللون. هذا قلنا شيء مثل، هذا شيء مثل يمثل ارتفاع، الارتفاع بال الارتفاع او الانخفاض بمن بالدالة، يعني شنو بين قوسين الامبليتيود. اوكي هذا اذا بوزيتيف راح تصعد بالواي اكسس، هذا واي وهذا الاكس، هذه بوزيتيف صعدت لي فوق. امجد وياي ان شاء الله ما اريدك تشتبه بالامتحان ان شاء الله. هذه نيجاتيف ان شاء الله، نيجاتيف يعني تنزل، اوكي بوزيتيف تصعد نيجاتيف تنزل، هذه الامبليتيود ايش قد تصعد وتنزل حسب القيمه المنطقيه هاي الاي
واحد اثنين ثلاثة أربعة and so on. نجي هنا عندنا هم زائد ناقص تي. هذه شو تمثل هنا؟ تمثل لي اتجاه الدالة. هاي شو يمثل؟ اتجاه الدالة. يعني شنو أقصد باتجاه الدالة؟ اتجاه الدالة هل يا ترى راح تروح يمنى هالشكل هنا باتجاه الموجب لو باتجاه السالب؟ إذا كان هذا موجب مثل هذني الأمثلة، هذا هنا أخذناه هو موجب والله، هذا سا كان موجب هنا، شوفوا هذا سا موجب هنا، مو؟ وين صار اتجاه الدالة؟ من هذا الاتجاه، منا راحت. إذا هذا سالب، إيش راح يصير؟ شوفوا سا مثل ما هذا هنا، هذا مو سالب، راحت من الدالة؟ من هذا الاتجاه. فهذه بوزيتيف والنيجاتيف، شي مثل اتجاه الدالة، هذا الامبليتيود مال الدالة، هذا اتجاه الدالة، ثلاث شغلات بيها. وهذا شي مثل طلاب، هذا يمثل لي بداية الدالة، بداية يحدد لي بداية الدالة، بداية الدالة. شلون احدد بداية الدالة؟ اجي اخذ هذا كل الداخل قوس اساوي للصفر. مثل ما اخذنا هذا كله شيله وتساوي للصفر، خلينا نقول مثل هو كان تي زائد 3 هذا داخل القوس هاي يو اوف تي، فتجي هذا كله تساوي للصفر، تي زائد 3 يساوي صفر، اذا التي تنقل هاي لهنا صير سالب ماينص 3. اوكي، اذا خلينا نقول مثل هذه هنا ماينص تي زائد 3، عمل ما حد يشتبه بيها خاف نجيبها، فش تصير ماينص تي زائد 3 يساوي صفر، اذا ماينص تي تنقل هاي تروح لهنا تصير سالب 3. طيب هذا السالب يختصر ويا هذا السالب، اضرب الطرفين باي طريقة، في سالب واحد راح يصير سالب سالب موجب سالب سالب موجب، فتصير تي شو تصير 3. شوفوا شلون اختلفت القيمة، من هنا هذا القوس كان سالب صار 3، هنا كان هذا موجب صار ماينص 3. فهي راح تحدد لك معنى هذا، من هاي اكو ماينص راح يبدي وين؟ هنا بهاي الثلاث بالنسبة لهذا الرسم، بالنسبة لهذا الرسم هذا مين راح يبدي؟ راح يبدي من هنا عكس من ماينص 3. فهذا القانون العام او ما تشتبهون، قلنا يصير اي نكتبه هنا هاف صار ذاك هو شوي مسي، اي زائد ناقص يو اوف هم زائد ناقص تي زائد ناقص تي نوت. أنا هذا السؤال أجيبه وحده على مود كمساعدة إلكم، يعرف واحد ما طلع نتائج بالحيل بالشي، هذا شوية سهل. زائد ناقص هذا الارتفاع، هذا يمثل شنو؟ اتجاه الدالة تروح يمنى إذا هذا موجب تروح يسرى إذا سالب، هذا يمثل البداية والنهاية. أوكي طلاب، أكو أحد عنده سؤال؟ طلاب بس العفو ثواني استأجر التليفون. اوكي طلاب، فنجي هسه احنا اخذنا هذه كلها، خلينا نقول شنو علاقة هذا موضوعنا. احنا هسه قبل شوي وضحناه هنا بهذا المثال، ان شاء الله لا تراجعون الفيديو اللي شوي نسي ما مركز، قلنا شنو له علاقة بموضوعنا؟ تتذكرون موضوعنا كانت احنا شو اسمه عندنا دائما شو راح نستفاد يعني من اليونت فانكشن؟ دائما عندنا مثل لحظة معينة بالزمن، ودائما نسميها عد الصفر، لأن بما أنه إحنا نريد نبدأ نعد من الصفر، قبل الصفر ما يهمنا إيش قد شان قبل الصفر، يعني سالب 3 سالب 4 هو مو يعني بالسالب، بس إحنا بدينا نعد لحظة تغيير استونا، بدينا من الصفر للحد زمن معين، فاللي قبله شنو كان؟ بما أنه إحنا بلشنا بالصفر فشو نسمي تي أصغر من الصفر، مثلا خلينا نقول شان هذا مغلق، أوكي، وعد الزمن صار صفر، شنو رجعنا فتحنا المفتاح. فاحنا اذا بدل ما نقول هذه نقدر يعني خلينا نقول كان يعني قبل الصفر شنو؟ لو خلينا نقول كان مفتوح مثلا، وعد الزمن صار صفر رجعنا اغلقناه، فهنا بغض النظر شنو كان عندي متسعة محاثة، اوكي قاعد تشحن، اوكي خلينا نقول هذا سويتش عندي هنا، خلينا نقول محاثة متسعة اي شيء، اوكي قاعد يشحنن، كان خلينا نقول هو شنو
يعني مفتوح، يعني قبل الزمن يساوي صفر، قبل التغيير اللي أحدثناه بالصفر كان هذا open circuit، فهنقول اكو هنا مقاومة، فهذني شنو هنقول هاي بس متسعة، يعني معناها قاعد تفرغ. من اجينا ربطنا عد الزمن يساوي صفر، اجى هذا المصدر السلطة هنا، فبدل ما مرات نخلي مصدر ونخلي سويتش، نقدر شنو نقول؟ نقول يو اوف، بما انه انا احدثت التغيير عد الصفر، هنقول مثلا شقد قيمة الفولت هي هنا؟ 5 فولت، واحنا مو نعرف، هنقول هذا 5 فولت، ونعرف الدي سي هالشكل يصير مستمر، وقلنا المتناوب هذا اذا كان ساين ويف هالشكل متغيرة، تذكرون اخذناها بالسمستر الاول. فبما انه 5 هنقول 5 فولت عد الصفر، هي بلشت وقاعد تشحن هذا مصدر هنا مولد بطارية نضيدة اي شيء. فاحنا قبل بدل ما مثل هذه كلها نقدر شنو نستعيض عنها، خلي بمكانها هذه 5 يو اوف تي، اوكي، ونجي نربطها على المتسع، هنقول اكو هنا مقاومة، اوكي، هنقول هذا هو المصدر مالتنا اللي هذا قيمته هذه. فهاي احد تطبيقات اليو اوف تي، اوكي. فعند لحظة الصفر معنى هذا، بدل ما هذا الحكي كله وهالشكل، اقول عند لحظة الصفر لو اجي ارسم عند لحظة الصفر اتولد عندي صعدت اليو اف تي 5 فولت وظلت تجهزني على طول هاي الفترة الزمنية لحد الانفينيتي. اهم شيء نقول لحد الانفينيتي مو مشكلة. خلنا ناخذ بعد مثال ثاني بأكثر من مصدر. هنقول هسه انا مثلا عندي هنا هذا هم مصدر اكو، واكو هنقول مقاومة، وعندي هنا هم هنقول مقاومة ثانية. هنفرض اكو عندي متسعة، اوكي، وخلي هم اقول هنا هم عندي مصدر ثاني. المصدر الدي سي عادي تريد تسوي دائرة وهالشكل، تريد تسوي شو اسمه مثل هذا لوحين، واحد كبير واحد صغير. فهنقول هذا هنا مثل 10 يو اوف ماينس تي، اوكي، وهذا خنقول هنا مثل ايش قد؟ 7 يو اوف تي، اوكي. فشوف ايش قد فرق لي، بدل ما اخلي سويتش او مفتاح راح اخليهن بدلالة اليو اوف تي. فسالو اجي اسلط، خلنا نرسم هذا بالبداية، هذا شنو عبارة عن ايش قد طلاب؟ هذا شرح رسمه، من يقدر يساعدنا بهذا؟ من يجاوبنا؟ اللي عنده فكرة؟ طلعي 7 يو تي، 7 يو تي، يعني شنو معناها؟ راح تصعد يعني 7 من يونيفورم يعني بالموجب. عشت ايدك مثل ما قال زميل، تي تساوي صفر يعني نبلش من الصفر. احسنت. وبما انه تي يساوي صفر راح نرسمها، تبدي من الصفر تصعد 7 وراح تستمر بهذا الاتجاه، اتجاه الموجب. معناه احنا سلطنا على المتسع هذا المصدر، اوكي، هذا سا قاعد ارسم هذا. خلي اجي ارسم الثاني، هذا هنا المصدر، هنشوف شنو هذا دلالته. هنسقط المحاور بالبداية، خلينا ننزلها، اوكي. فنجي قلنا اول مرة نحدد البداية مو نسوي هذا للصفر، اوكي، استاذ هذا يعني هم يبلش من الصفر بس 10 يمشي على اليسار. عاشت ايدك زميلكم، شوية جاوب بسرعة. فهذا تي يساوي صفر، يعني هنا صفر، بس ايش قد يصعد؟ قال مثل ما قال زميلكم راح يصعد 10، اوكي. زين الاتجاه مالته هل هو يروح من هنا؟ لو يروح من هنا انه راح يحدد لي هاي الاشاره السالب مثل ما قال زميلكم، فهذا راح يروح من هنا. معناها يعني هذا شنو هنا؟ التي اصغر من الصفر، هذا شنو عندي؟ التي اكبر من الصفر. معنى هاي المتسعه نسوي هنا مجال نرسمها فوق على مثلا، معنى هاي السالة المتسعة لو اجينا حطنا خطينا مثل اوسلسكوب فولت ميتر اي شيء نريد نشوف الريسبونس مالتها، لو نسوي لها تحليل نظريا، هاي المتسعة قاعد يجيها قبل التايم يساوي صفر ايش قد؟ 10 فولت، اوكي. فهاي راح تجي، هذا يجي يجهزها، معناها هذا كان يجهز بالاول، وصلها لوين؟ للعشرة وصلها، اوكي، شحنها من الصفر للعشرة حسب هاي القيمة، ما انا مربوط على التوازي. فوراها من وصل للعشرة، من صارت ال T ساوي صفر، شنو اجاها مصدر؟ 7 فولت، يعني شنو؟ نقول هاي 7، اوكي. ايش راح يصير بالمتسعة؟ هذا خلينا نقول هذا الشكل نسقطه.
فمن صار بالصفر وأكبر، أوكي هاي أكبر منه تساوي صفر، إيش قد قيمتها؟ 7. هذا المصدر اللي هنا سقعنا، إيش راح يصير متسع؟ راح يصير بيها شنو؟ هبوط، لأن هاي أقل من هذه اللي هي مفولة بعشرة، إجاها مصدر ثاني 7 راح تفقد الحد ما تساوي هاي القيمة، فإيش راح يصير عندها هنا؟ ترانزيت ريسبونس، أوكي؟ راح ندرسها كترانزيت ريسبونس لحد ما توصل هيك. فبالنتيجة الرسم شلون راح يصير عندي مالتها؟ راح يصير الرسم مالتها هالشكل، تيجي 10 من ماينس انفينيتي لحد الصفر، توصل للصفر تبدي تتناقص لحد ما توصل 7 وتستمر للانفينيتي. اوكي شوف ايش قد فرق لي هذين المصدرين، بدل ما لا اخلي سويتش ولا شيء، انا من خلال رسمهم ومن خلال دلالاتهم راح اعرف يا هو اللي يبدي قبل الصفر ويا هو اللي يبدي بعد الصفر. فطلاب احنا شنو عندنا؟ اكو مصطلح جديد، فهذا قلنا تذكرون احنا القانون مالتها ال في اوف تي، هذا صار ريسبونس مالتها راح يصير شنو؟ ال في اوف تي تذكرون يساوي في انيشال شنو؟ اكسبونيشال ماينس تي على تاو. فدائما قلنا ال في نوت منين نجيبها؟ من حالة شنو؟ الشحن الاعلى، من حالة الزمن قبل الصفر، قبل يصير تغيير هذا نطلع، يعني هاي المفروض هنا ايش قد تصير؟ 10. اوكي سموها ال في انيشال. اوكي بينما هذه التاو شت قلنا مين نجيبها؟ من حالة اللي المصدر بعدها وراها، لان راح نحسب الار اكوفيلنت تذكرون، اذا ما لازم المفروض تمراجعيها المحاضرة السابقة، لان هذا شي يساوي هنا التاو شي يساوي بحالة المتسع سي في الار، الار هي الار اكوفيلنت ار ثيفنينج. المهم فاحنا شنو نريد نقوله؟ نقول بما انه هاي راح تستمر للانفينيتي فراح يصير مصطلحات جديدة طلاب عندكم. اوكي لان هذه هنا بحالة المرحلة الثانية ورا الصفر، هاي عندنا مصدرين، يعني ايش راح يصير؟ هاي راح تتجه لون قلنا هذه مين ايش راح نجيب من عندها ال V initial اللي هي هذه هنا، هاي المصدر الثاني الثابت راح يصير هذا الثابت بحساب احنا بعد الوقت تعدل هذا وقته، هذا المصدر حد وياك للصفر، وراها تبع راح تبلش ويا هذا طالما بس هذين الاثنين، معناه هذا راح تستمر ويا منا للانفينيتي. فايش راح يسموها هاي الفولتي هنا؟ يطلقون عليها هنا الفي اوف تي بهاي الحالة الفي اوف تي يسموها، او راح توصل لمن؟ للفي انفينيتي، حد فولتية الانفينيتي اللي هي توصل بيها هنا لحد ما توصل عند الانفينيتي 7، طخ ويا هاي الفولتية مات هذا المصدر. فهنا هاي الفي اوف تي اللي راح تنزل منا لهنا توصل لهاي المرحلة هنا في نقطة زمنية معينة يسموها انفينيتي، يعني ما معلومة، فعد مقدار ما معلوم بعيد الأجل يسموها في انفينيتي. فهاي هنا في اوف تي، هاي هنا في انيشال، هذا الريسبونس مالت المتسعة بحالة هيتشي عندك توفرت مصادر. نجي ساخن ناخذ مثال حي، قبل لا ناخذ مثال راح نسوي لكم اشتقاق، وهذا الاشتقاق هم مطلوب طلاب. بحالة هذا عندي مثل مصدر، احنا اول شيء نشتق بحالة شنو؟ الترانزيت ريسبونس، يعني ما عندنا مصدر، لا تذكرون يعني حالة شنو طلاب؟ الفري سورس. اوكي هنا نسا راح نسميها ستيب ريسبونس، راح نشوف هاي ورقة كيف نسوي ورقة جديدة. اوكي بيج 4 هنا راح نسويها، نسوي اشتقاق للقانون لان صار عندي تعاريف جديدة يسموه step response okay of r، راح اخذ بس ال c حاليا r c circuit c c t عن اختصار للسيركت. اوكي تذكرون بداية المحاضرات من اشتقينا كنا نشتق اكو free source ما عدنا مصدر، وبدينا وبلشنا وسوينا قانون الساب، حالة اكو عدي مصدر نقول هذا الساب positive negative مصدر وهاي مقاومة، خلنا نفترض اكو هنا سويتش وهذه متسعة. اوكي هذه الفي هنا هذا بوزيتيف نيجاتيف، ها قاعد تشحن، هنقول عد التايم يساوي صفر، هذا نغلق المفتاح من هنا، اقول ستيب ريسبونس يعني هنكتبها بالعربي، وجود عندي وجود مصدر غير معتمد اندبندنت سورس بالدائرة،
اما يو اوف تي او مثل هذا. قلنا عرفنا احنا شنو الفرق بين الاندبندنت والديبندنت، يعني غير معتمد والمعتمد. المعتمد شلون اخذنا مثال مثل هذا كذا تذكروا 3i، قلنا وهاي i حطيناها على المحاثة، فهذا شنو يعتبر مصدر معتمد. اوكي ليش معتمد؟ يعتمد قيمة هاي الثلاثة، هنقول اذا كانت هذه كسور راح تقل، اذا هذه اعداد صحيحة راح ازود 1 2 3 4. فهذا المصدر قيمته الفعلية تعتمد عليه من على قيمة الشسمة القيمة معتمدة على قيمة التيار هنا، بس لتذكركم هذا يسموه مصدر معتمد، هذا مصدر غير معتمد مستقل بحد ذاته، هو يجهز الدائرة اعتمادا يعني على نفسه، ما معتمد على فشيء خارجي او داخلي، داخل يعني داخل الدائرة او خارجي مرات من خارج الدائرة. المهم فطلاب نجي خلينا نشتق هذا القانون بحال وجود مصدر قاعد يجهز المتسع. تذكرون احنا سابقا من اشتقينا قلنا هذا هي مشحونة محاثة هالشكل تتذكرون، واكو مقاومة تذكرون، وايضا المتسعة هم اخذناها بالاشتقاق القانون مالتها هالشكل كانت، مو بالله قلنا ذني شنو حالة الترانزيت ريسبونس. ليش؟ لان ما عندي مصدر هن قاعد يفرغن، فرسمهن المتوقع هالشكل راح يصير، بينما هنا اكو مصدر. انا امسح هذا هيك خارجي بس مو ضمن الاشتقاق يعني، بس ردنا نفرق بيناتهن. اوكي طلاب نجي سهل الاشتقاق، نبدأ أول مرة قبل الزمن يساوي صفر. احنا دائما ايش قلنا يا طلاب بالزمن قبل لا يساوي صفر، قبل لا نحدث التغيير دائما نحسب شنو الفي انيشال، لان الفولتية بالمتسعة هي مو ثابت يعني ثابتة العفو مو متغيرة، ما عندنا مثل كارنت انستنت يعني يس كارنت بيها، فمعناها الفي ماينس صفر قبل الصفر هو نفسه الفي زائد صفر ورا التغيير. اوكي واللي هو نفسه شنو الفي نوت بالقانون تذكرون، في اوف تي يساوي ان الفي نوت اكسبونيشال ماينس تي على تاو. اوكي هذا القانون من شان عندنا مصدر بدون مصدر العفو، من شان هيك الرسم حكينا قبل شويه. فنستفاد منها هذه شنو طلاب؟ سابقا نستفاد نحسب، وحتى حاليا نقدر نستفاد من انه نوجد هاي الفي نوت دائما عندما الزمن قبل الصفر، اوجد الفي نوت بعد الصفر تحسب التاو، لان شنو الار اكوفلنت راح تتغير، قيمه المقاومه المكافاه راح تتغير عند غلق المفتاح، لان راح جزء من الدائره ينحذف والمتسعه هي راح تفرق، فهي اللي الجزء اللي تفرق به هو هذا يصير تبع لها، نحسب المقاومات اللي موجوده بالدائره المتبقية بعد مثل احداث التغيير فتح او غلق المفتاح. نجي هذا احنا نعرفه، راح نجي نشتق احنا بما انه صار نشتق من اكو مصدر، يعني هاي تي يساوي صفر هذا انغلق، هذا صار هالشكل، يعني منا راح يبدي 4t معناها اكبر من او يساوي صفر. شلون راح تصير الدائرة؟ تصير الدائرة كالاتي، هذا المصدر وهاي مقاومة وهذا السويتش وهاي متسعة. اوكي نسميه هذا VS، نريد نشتق بدلالات وهذا ما نحتاج الارقام بالسؤال نعوض ارقام. اوكي هاي ال V زائد ناقص، فخلنا نشتغل نود هنا. اوكي طلاب خلنا نقول هذا التيارات الداخلة والخارجة نعرفوا القانون، هذا هنا IC وهذا ال IR من هنا بالنودل. الـ IR هو صحيح هو كيرشوف كرنت لو، بس هو راح يصير شنو بدلالات الفولتية. ليش؟ لأن التيار هنا شي يساوي فرق الجهد على هاي المقاومة، فهنا شو يصير الـ IR نقول يعني معناها هذا على هذا النود مجموع التيارات يساوي صفر، IR زائد الـ IC يساوي صفر. أوكي الـ IR شنو هو عبارة عن شنو؟ فولتية مال هذا النود V ناقص فولتية هنا، يعني الفولتيات على طرفي هاي المقاومة ناقص الـ VS على قيمة المقاومة اللي هي R. اوكي طلعنا التيار على هاي المقاومة، فرق الفولتية على هاي المقاومة زائد تيار الكاباسيتر، نعرف قانون ثابت عندنا اللي هو C في الـ DV على الـ DT، شي يساوينا صفر. سأول مرحلة أريد أخلصها من الثابت مات المتسعة، فاشرح اقسم الطرفين على سي
اوكي، فايش راح يصير القانون؟ في ماينس في اس على ار سي، خلينا نكتب شوي بالعجل، على في دي في على دي تي يساوي صفر. هذا راح انقله للطرف الثاني، دي في على دي تي يساوي ماينس في ناقص في اس على ار اس عفوا ار سي. اوكي يا طلاب، نريد نخلص من المشتقة، شو نساوي طلاب؟ نكامل الطرفين. اوكي طلاب، فهنا قبل ان نكمل الطرفين العفو، خلي ان شو اسمه نجيب عليه، نحن نريد نستفاد من قانون اللين، فاللين كون هذه نحاول نخلي شنو طلاب بالمقام مالت هذا المشتقة، فطرفين بوسطين، فشو تصير دي في على في ماينس في اس يساوي، اوكي طلاب، يساوي هنا هذا ظل الماينس، هذا دي تي صعد فوق، دي تي على ال ار سي. بس احنا نريد نخلص من المشتقة، بما انه هذه هنا عدنا قبل الصفر وبعد الصفر صار تغيير، معناها شنو هذا طلاب؟ هذا التكامل بحدود، معناها هذا راح يبلش من الفي نوت للفي اوف تي. انا سألت طلاب الصباحي قالوا احنا ما ماخذين طرق التكامل، انا شنت ادخله؟ فبما انه انتم ما ماخذين، وهاي عملية مطورة حتى العام مطول العفو، فانا راح اسوي له هذا سكيب التكامل، راح اعطيكم القانون جاهز، يعني حتى اذا جبت اشتقاقه هذا المرحله هنا مال تبسيط التكاملات انت ما مطلوبه من عندك، مباشره تكتب لي القانون. اوكي يا طلاب، اكو احد عنده سؤال؟ اوكي، فنجي احنا هنا نجي، فايش راح يصير الملخص مال القانون؟ تفضل بس لحظه. اي راح يصير القانون هو هذا، هو مبين، ها راح يصير اللين الفي على ناقص الفي اس، وهذه هم راح يصير هم هنا تي على ماينس ار سي، بس هنا من نعوض حدود التكامل راح يصير اطراف، اذا تردون اللي يريد يتوسع لك طريقه تكامل يسموها يو دي في، تكامل اليو دي في ما ماخذيها هاي الطريقه، يساوي اليو في الفي ناقص تكامل الفي دي يو، تفرض واحد يو وواحد تفرض دي في وتعوض هاي الطريقة. بس هاي قلنا ما مطلوبة من عندكم، انا ما قاعد ركز على الرياضات، ركز اهم شيء على القوانين والشغلات اللي تشوف عليكم شوية صعبة نحاول نتجاوزها. فالقانون النهائي المفروض تتحفظوه، المطلوب منكم V of T ايش راح يساوي؟ ال V S اللي هي هذه جتي منها، زائد ايش راح يصير؟ ال V not minus ال V S في exponential minus t على tau. بس شنو عندي؟ عندما الزمن أكبر من أو يساوي صفر. أوكي طلاب، هذا القانون مالتكم. فشنو عندنا صار هنا؟ معناها عندنا v source، راح نضيف هاي قيمة هاي الفولتية، يعني بحسب هذا القانون من عندي هنا مصدر وأريد أطبق، راح يصير شنو؟ نضاف بس ال vs. سابقا كان القانون شنو؟ من ما عندي مصدر v not، يعني بدل ما هذا اللي راح يصير ذاك سابقا في نوت اكسبونيشال ماينس تي على تاو، هنا شنو راح يصير؟ في اس زائد في نوت ناقص في اس في اكسبونيشال ماينس تي على تاو. اوكي طلاب، فلو نجي نرسم هسه الرسم مالت هاي المتسعة، اوكي فنقول قبل الصفر هي كانت مشحونة فد قيمة معينة، اذا تذكرون قلنا نحسب من خلينا نقول عند التايم أصغر من الصفر حسب هذا الرسم مالت الدائرة، قيمة المت يعني كان مفتوح يعني السويتش بعد ما أغلقناه، عند الصفر أغلقناه فكان أوبن سيركت، فهاي المتسعة خلينا نقول إحنا شاحنيها شلون فرضناها سابقا هاي الفي ماينوس أوف تي، فهي موصلة فد فولتية معينة اللي هي قلنا سميناها الفي نوت. الفكرة هنا طبقنا عليها مصدر جديد، سابقا شنو نكمل نشتقها بهذه على هالمبدأ بها V نوت ونشتقها فتنزل هالشكل حالة ترانزيت ريسبونس. بس احنا قلنا لا، حاليا اشتقيناها حسب صيغة لين، هو الموضوع اسمه ستيب ريسبونس، جبنا وسلطنا عليها مصدر، مصدر سواء U of T مصدر ثاء مثل ما اخذنا، هو يكون لازم شرط هذا المصدر غير معتمد اندبندنت، فسلطنا عليها هذا المصدر
بقيمة ايش قد هو القيمة الماكسيموم مالته على قيمة اللي هي شنو في سورس مالته. فايش راح يصير الترانزي المتسع ايش راح يصير بيها حالة الشحن، لان هاي الفي سورس اعلى من الفي نوت الفولتية الانيشال مالتها المشحونة بيها، فراح يصير هالشكل نهوض او شحن شارج لحد ما توصل المنطلاب للستدي ستيت. اوكي، فهذه هنا شو يسموها بعدها هنقول مثلا هم رجعنا فتحنا المفتاح، لان احنا هنا بهاي المرحلة اغلقنا المفتاح، من اغلقنا المفتاح اجى هذا المصدر قامت تشحن المتسعة وصلت للستدي ستيت. هاي شو يسموها المرحلة ستدي ستيت، شحنت. خلينا نقول رجعنا فتحنا المفتاح، فما راح نفتح المفتاح ايش راح يصير؟ ديكي، تلاشي للطاقة، هم تجي تنزل تنخفض لحد ما للانفينيتي الصفر اذا ما اجاها مصدر، يعني تفقد قيمة الشحن المكتسب وقيمة الشحن الاصلي الناتشرال. فهذا هنا الفي نوت شي يسموها مرات طلاب يسموها الفي ناتشرال، يرمزوا لها الطبيعة اللي هي القيمة المشحونة بها تلقائيا او شحناها سابقا قبل احداث التغيير. بعد احداث التغيير سلطنا عليها قوة او جهد، فشي يسموها هاي الفولتية مرات هم ايضا شي يسموها الفي سورس، مرات شي يطلقون عليها الفي اف الفي فورس، يعني الفولتية المسلطة لحد ما وصلت للستدي ستيت استقرت هنا، هاي يسموها مرحلة الستدي ستيت. هذه ايش تعتبر طلاب؟ ايضا ترانزيت، ترانزيت ستيت، اوكي، مرحلة انتقالية، وهذه هم ايضا شنو؟ مرحلة انتقالية، ترانزيت ستيت. هنا هاي المرحلة يسموها ستدي ستيت، ثبتت. اوكي، فلو نجي نحللها مرة ثانية فنقول الفي اوف تي هي بصراحة نقول عبارة عن ال V natural زائد ال V F. ال V شنو هي قلنا؟ ال force. ال V natural قلنا هي شنو؟ عبارة عن ال V not، وال V F هي عبارة عن ال DC source، وقتية اللي جتنا من ال DC source. اوكي، هاي هنا كان ما عدنا without DC source. اوكي طلاب، فهذه اما يسموها في نوت او في ان، او الاكثر شيوعا بعض المصادر شي يطلقوها الفي انفينيتي. اوكي طلاب، العفو هاي ظل في نوت، هاي يسموها الفي فورس، العفو لان احنا قلنا الانفينيتي هي هنا ظل لحد ما توصل صفر او حسب التغيير بالداله. من اكو عندي دي سورس فهي الفي اف او الفي اس او الفي انفينيتي، هاي شي يسموها الفي ناتشرال او الفي نوت. اوكي طلاب، فنرجع نصيغ القانون نرجعه، فالفي اوف تي احنا ايش قلنا؟ شي يساوي الفي اس زائد، انا ليش هو كله احنا هالشكل نمشي بيه، بس مرات بعض المصادر كتبوها في انفينيتي فخاف واحد يحب يطلع شي ما يصير عنده كونفيوزنج، ما يصير عنده اشتباه. في نوت ماينس في نوت في انفينيتي، او عفوا ها قلنا احنا سورس exponential minus t على tau، t أكبر من أو يساوي صفر، أو نقدر شو نسميه؟ قلنا الـ Vs ينافسها على V infinity، صار V infinity زائد V not minus V infinity exponential minus t على tau for t أكبر من أو يساوي صفر. خاف أجيب لكم اشتقاقة، شنو راح طلاب تجون بلشون تحطونها؟ هذا مطلوب الرسم، تبلش هذه معلومات تبعتكم. فنجي احنا قلنا تبدي هنا في تي اكبر من يساوي صفر، تطبق قانون نودل اي سي زائد اي ار يساوي صفر، زين تعرفون المعادلات من توصل التكامل ما يحتاج مباشرة تنزل هذا القانون. اوكي طلاب، الرسم هم واضح، عد فد قيمة معينة لفي انيشيال وصلت الشحن هاقد، بعدها تسلطنا عليها في فورس او في انفينيتي او في سورس، فراح تبدي تشحن المتسعة مرة ثانية اكو ترانزيت لحد ما تستقر صار ستيدي ستيت، وراها هم ايضا اذا فتحنا المفتاح حدثنا تغيير راح ايضا العضو راح يصير بيها شنو؟ ترانزيت ريسبون. فهنا هذا راح يصير لحظة التغيير مثلا اذا فاجئنا. فالقانون النهائي شي يصير؟ يصير ال V if of T يساوي V source بين قوسين V not ناقص V source، وهاي exponential عندما الزمن شيء أكيد أكبر من أو يساوي صفر. فأنت بالحل
راح يصير عندك ثلاث مجاهيل هنا، هناك كان سابقا شنو مجهولين، هذا وياها الدالة، هذه كان عندنا بس مجهولين V of T، هاي عد ما كنا ماكو سورس، كنا نحسب ال V نوت عندما زمن أك أصغر من صفر، ومن صار تغيير نوجد التاو. هنا شنو الفرق؟ الفرق أولا بس ال VS، أول شي توجد شنو قلنا ال V infinity. لو خلنا نبدأ ويا ال V initial، أول شي توجد ال V initial اللي هي شنو؟ تحسب ال V thevening عندما T أصغر من الصفر. اوكي، ثاني مرحلة ايش توجد طلاب؟ توجد ال V من عندما صار تغيير، ايش راح توجد ال V source او ال V infinity اللي هي هذه، ايضا هي عبارة عن شنو؟ الفولتية المسلطة على المتسعة، يعني ايضا ال V thevening او ال E thevening عندما T اكبر من او يساوي صفر. والمرحلة الاخيرة تحسب التاو، احنا نعرف التاو شي يساوي R في C، يا R أيضا ال R equivalent أو R thevening هي نفسها R thevening عندما T أكبر من أو يساوي صفر. أوكي طلاب، راح ناخذ مثال واحد مثالين على مود بعد، لو مثال واحد أنا الصباح أخذتهم وهذا تخلص المحاضرة إن شاء الله. أكو واحد عنده سؤال طلاب؟ أنا قاعد أسجل المحاضرة. أوكي، أكو واحد عنده سؤال استفسار طلاب؟ تو ياي طلاب؟ نجي خلنا ناخذ هذا المثال نفسه example خذناه للصباحي، ولو نسيت القيم مالته يعني من اعطيتهم اياه، هذه كان 24 والله لحظة موجودة هنا أنا. اوكي طلاب، نجي قلنا هذا 24 فولت واكو عندي مقاومة 3 كيلو اوم. اوكي هنا هذا هنا اكو نقطة يسموها اي، وايضا هنا راح تجي مقاومة قيمتها 5 كيلو. وهاي المتسعة مربوطة على سويتش، هذا السويتش هنا كان وعندما تي صار يساوي صفر انتقل لهذا هنا هاي النقطة بوينت بي، هنا هم اكو مقاومة وهنا هم اكو مصدر. والله شوف لقيت قيمتهم، ثلاثين بأربعة. اوكي هنا هذا 30 فولت. اوكي طلاب، وهذا هنا المقاومة قيمتها 4 كيلو اوم. فنقول ايه، هذا عندما تي يساوي صفر انتقل المفتاح منه. هسا احنا اول شيء نزل القانون قدامنا، ها شي يقول لك بالسؤال find اوجد ال V of T، هسا القانون قبل شوي كتبناه for t، دائما لازم احدد لك t اكبر من او يساوي صفر، and ايضا اوجد لي الفولتية عندما الزمن يساوي واحد، and الفولتية عندما الزمن يساوي اربعة. يعني هاي من توجد القانون تخليها تعوض واحد تحوض اربعة. فبالحال اول شي ننزل احنا القانون اللي هو شنو قلنا ال v of t يساوي لنا v source او v infinity زائد v not ناقص V source في exponential minus T على tau. نتنزل القانون طلاب على مود ما تشتبه، تجي تحل خطوة خطوة، هاي solution الحل. فنزلنا القانون، سأريد أحسب أول شيء عندي زمن، عندي لحظة تغيير، يعني معناها عندي قيم هنا حسبها، عندي مجاهيل أو متغيرات أحسبها قبل التغيير عندما الزمن كان أصغر من صفر. نجي نقول for T بالبداية أصغر من الصفر، وين كان السويتش؟ هنا نجي نرسم هاي الدائرة المكافئة. إيش راح يصير؟ عبارة عن مصدر ومقاومة أو مقاومة، أوكي، وهذا السويتش مرتبط بالمتسع، قيمة جي 30 بثلاثة بخمسة، 30
فولت 3 كيلو 5 كيلو. فأنا شنو أريد أوجد طلاب من هنا؟ أريد أوجد الـ V نوت. الـ V نوت شنو هي؟ الـ V نوت هي الفولتية اللي على طرفين متسعة. أوكي، أريد أوجد منها الـ V نوت حسب القانون. هذه أول شيء راح أوجدها عندما شنو قلنا التايم أصغر من الصفر. إذا تتذكرون طلاب قلنا من إن نسلط مصدر فولتية على المتسعة وريد نحسب الـ V نوت، معناها هاي فولت متسعة حسب الملخصات الموجودة بالمحاضرة. إيش قلنا شو تصير؟ تصير open circuit، يعني كأنه هالشكل. أوكي، بحالة الشحن ما تفرق، تشحن وتفول تصير open circuit. نحسب الـ V نوت اللي هي نفسها بما أنها open circuit، يعني معناها على طرف هاي المقاومة. نطبق شنو؟ قانون فولتج ديفايدر رول، مقسم الفولتية. الفولتية على هذه شو تساوي؟ ال V على 5 كيلو، تتذكروها شو تساوي؟ هي نفسها ال V نوت، وتساوي يعني ال V initial مات المتسعة اللي شحنت بيها. فولتية السورس 30 فولت، نكتبها خافك واحد ناسيها بالمراجعة سهلة وصل لي. في قيمة المقاومة اللي أريد أحسب عليها 5 كيلو على مجموع المقاومات 5 زائد 3 8 كيلو. اوكي، كيلو ويا كيلو تروح، هاي ايش قد قيمتها قلنا 30 مو عفوا لا هاي ايش قد 30 24 عفوا، فهذه هنا خلينا نمسحها، هاي تصير قيمتها ايش قد 24 قسمها على 8 بها 3 بها 1 بها 3، إذن الـ V نوت يساوي 15 فولت. 5 في 3 هاي 3 بقت 3 في 5 15 فولت. أوكي طلاب، فوجدنا الـ V نوت عندما زمن أصغر من الصفر. السؤال الخطوة الثانية step 2، أوجد شنو؟ الـ V infinity عندما شنو يكون T أكبر من أو يساوي صفر. صار تغيير بالدائرة، هذا السويتش المفتاح انتقل من هاي نقطة A صار بنقطة B عندما الزمن يساوي أو أكبر من الصفر. شو راح يصير الرسم؟ هذا 30 و 4، فراح يصير المصدر هذا هنا، يعني سهل إن شاء الله، ما أكو بس مجرد تبسيط، وكنت تفتهم السؤال عدل والقانون وتمشي خطوة خطوة. شلون احنا سقع نحل هذا السؤال؟ المصدر قلنا قيمته 30 فولت. اوكي، هاي قيمتها قلنا 4 كيلو اوم. هذا السويتش اجى هنا، فبما انه هاي مفوله وايضا اجت هنا، فهم بحاله شنو راح يصير؟ كانه اوبن سيركت. كانه شنو هاي راح يصير؟ اوبن سيركت. طلاب دائما قلنا المتسعه بالشحن تصير اوبن سيركت اذا عندي مصدر دي سي. الاي سي سهنا موضوعنا. فايضا الفولتيه معناها هنا هي نفسها، من نجيب فولت ميتر هذا التيار ما راح يمر لان هاي اوبن سيركت، راح شي يقيس لك الفولتيه مالت المصدر نفسه، يعني بدون يعني شو اسمه نقاش او واحد يدوخ روحه، يعني بدون مثل ما يقول روحه القاضي. هي مبينه في الانفينيتي او الفي سور، هي تساوي الفي سور تساوي شنو؟ 30 فولت. لو تجيب فولت ميتر وتخليه هنا وهاي اوبن سيركت، فهذا التيار ماكو، ما راح تصير هنا هبوط جهد على هاي المقاومه، فنفسها يقيس لك او يقرا لك 30 فولت. فإذا نحسب التاو، تاو قلنا الخطوة الثانية، هاي الثانية العفو في نوت، الخطوة الثالثة تحسب التاو. تاو أيضا قلنا نحسبه عندما الزمن أكبر من أو يساوي صفر. إيش نحتاج بالتاو من نريد نحسبه؟ يكون شنو؟ الآر ثيفنينج. بما أنه هاي التاو الزمن أكبر من صفر عندي بس مقاومة واحدة، فهي الآر ثيفنينج أو الآر إيكوفالنت هي 4 كيلو أوم. إذا التاو يساوي آر ثيفنينج في سي، ويساوي الار شقد 4 كيلو في سي، شقد قيمتها؟ نصف ملي فاراد. اوكي طلاب، في نصف يعني 1 على 2 ملي، الملي تروح ويا الكيلو، 4 في نصف في نصف 2 ايش طلعت؟ 2 سكند. نزل القانون في اوف تي تساوي لنا
ال في اس ايش قد طلعناها؟ 30 فولت او ال في انفينيتي زائد في اس ناقص هذا يقع في نوت ناقص في اس. اوكي طلاب، ايش قد ال في نوت طلعناها؟ 15 ناقص 30 يصير 15 ناقص 30 في اكسبونيشال ماينس تي على 2، هاي عندما تي اكبر من او يساوي 0. وسط اذا تحب في اوف تي يساوي 30 ناقص 15 اكسبونيشال ماينس تي، او نقدر نقول ماينس نصف تي عندما تي اكبر من او يساوي 0. ساش طالب منك السؤال هذا الحل السؤال، اوجد عندما تي يساوي 1 وعندما تي يساوي 4. عندما تي 1 يعني هذه تعوضها قيمتها 1، ايش نقول؟ في اوف 1 يساوي 30 ناقص 15 في اكسبونيشال ماينص نصف. هاي سالو تحسبوها بالحاسبة تطلع فت قيمة معينة، هاي ضربوها بالحاسبة، بس أنا ما أعرف القيمة، بس أعتقد هي هاي يجوز يصير بالعشرين، بالرينج العشرين إلى 22 فولت. هنقول بال في 4 هم أيضا تعوض القيمة، أو أقول لك في 3 هم تخليها تعوض قيمتها 30 ماينس نصف ناقص 15 إكسبونيشال ماينس نصف في تيش قد في 4. اوكي ويساوي 30 ماينس 15 اكسبونيشال ماينس 2 تصير. هاي هم اذا تعوضها بالحاسبة يطلع اعتقد الجواب يطلع هم فد شي مقارب لل 25 يمكن فولت او 26، يعني نقول 26. سالو تجي ترسم طلاب، لو تجي ترسمها للدالة كأنه حسب هاي اللي أوجدنا القيم، نجي نرسم الدالة هاي المحاور أو الاستجابة مال المتسعة. أوكي طلاب، عند الزمن كان أقل من صفر شقد وصلت شحن المتسعة اللي هي في نوت؟ هذه 15 فولت. أوكي فهاي معناها كانت تشحن لحد ما وصلت 15، صارت open circuit. هاي شنو قلنا؟ الـ V نوت هنا 15 فولت. اوكي وراها اجت الـ V فورس، سلطنا عليها مصدر. اوكي V فورس او V سورس او V انفينيتي اللي هي شقد وصلت قيمتها 30، هذه 30، فراح شنو المتسعة؟ تبدي تشحن لحد ما توصل الستيدي ستيت. هذا الستيدي ستيت، هي مو هالشكل المفروض، المفروض هاتشي تصعد. نقول هذا هنجر له خط 30، مفروض تجي تصعد هالشكل بالتدريج لحد ما عد الانفينيتي او فتقي زمن معين توصل الستيدي ستيت تستقر على 30 فولت بهالشكل، يعني تصعد يعني تدريجيا. فلو نجي نطبق طلاب، احنا عدنا بالصفر الفينو الفولتية على متسع وجدناها 15 فولت حسب هذا التحليل. شوفوا طلاب هنا حللناها طلعت 15 فولت، عد الفي عد التايم صار 1، شقد طلعت؟ 20، يعني هذا صار من الصفر للواحد سكند، شقد وصلت؟ هنقول هنا مثل 20. جينا عد الزمن مثل ايش قد مرة ثانية؟ 4 سكند. جينا 1 2 3 هنقول هاي 4، هم جينا حسبناها طلعت ايش قد قيمتها حسب هاي؟ مثل 26. اوكي حسب ما احنا حسبناها حسب القانون 26، وهكذا لحد ما للانفينيتي في الزمن بعيد او معين ما معلوم، فراح نوجدها تساوي 30 فولت. اوكي طلاب، فهذا القوانين اللي حلينا هذا المثال ورسمنا، عرفنا شلون نوجد الفي نوت والتاو والار ثيفنينج على مناسب التاو. ساريد نتاكد بالله احنا شغلنا صحيح، هنعوض بالله. احنا قلنا الفي انفينيتي مفروض ايش قد تطلع؟ 30،
يعني شنو معنى الفي انفينيتي؟ معنى الفولتية الفي اوف تي، خلني اجي نكتبه جوا عشان ما يصير اشتباه. في اوف تي شو تساوي؟ وجدناها 30 اللي هي هذه في سورس زائد في نوت ماينس في سورس اكسبونيشال ماينس تي على تاو. اوكي، فهذا النهاية مباشرة نكتبها نصف ماينس نصف نقول ماينس نصف تي. اوكي، فاريد اتاكد انا صحيح هذا الحكي مالتي عندي، اريد احسب. انا قلنا الفي انفينيتي طلعت شنو 30، خلنا نطبق يعني معناه شنو عندما الزمن وصل انفينيتي. يعني خلينا نقول في اوف انفينيتي تساوي، راح اطبق هنا 30 زائد في نوت، احنا قلنا 15 ناقص 30 صارت يعني هاي ناقص 15 في اكسبونيشال ماينس نصف تي قد انفينيتي. فكل شيء أسا إنفينيتي معناه شنو؟ صفر. فإكسبونيشال الإنفينيتي صفر، هذا من يصير قيمته صفر، يعني هذا الحد كله صفر. إذن الـ V of إنفينيتي طلعت 30، يعني معناه حد شيء صحيح قانوني وشغله صحيح. زين، أريد أحسب الـ V نوت، إحنا شقد طلعناها حسب القانون لو نطبق قيمته؟ إحنا شقد وجدناها 15، مو بالله؟ هاي 15. خليني أشوف حد شيء صحيح، أنا قاعد تطلع 15 فولت عندي. خلي اطبق ال V نوت، يعني معناها عد الزمن صفر، فيصير V of صفر تساوي احنا عندنا 30 ناقص 15 exponential minus T نصف في T. T ايش قد قلنا؟ صفر. اوكي، صفر في نص صفر، exponential تصفر ايش قد راح يصير؟ واحد. قلنا كل دالة اسها صفر يعني واحد، معناها شي يصير 30 ماينس 15 في 1 ويساوي هاي 15، 30 ناقص 15 15 فولت. يعني حلي صحيح، انا بالسيف سايد، يعني اوجد اثبتت من خلال القانون حد شي صحيح. الفي نوت طلعت 15، الفي انفينيتي طلعت 30، واوجدت عدل في 1 وفي 4، وخطوة خطوة شرحنا حل هذا المثال.